هي الدين كله، كل العبادات ترجع إليها، هي تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. قد تقربني منك وقد تبعدني عن آخرين، عمل بها الأنبياء ووصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الدين النصيحة. أنك إذا اجتنبت كثيرا من الظنون تجنبت هذا الإثم وتجنبت غيره مما لا يضرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حدد قال الدين النصيحة. المواطنة الصادقة تجعل الإنسان يحب وطنه دائما، يبني وطنه دائما، يفرح لوطنه دائما. واصل الرحم يعيش مثلا 60 سنة، الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذه 60، لكن تجد قاطع الرحم والعياذ بالله حتى لو عاش 120 سنة مرت عليه هذه السنون كلمح البصر.